أهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد عام 2003، أي بعد الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق، انتشرت ظواهر سلبية في ظل غياب الدولة الحقيقية في العراق. ومن هذه الظواهر السلبية هي ظاهرة انتشار المخدرات، حيث أثرت على الكثير من فئات المجتمع العراقي وباتت تهدد القيم العراقية. أغلب هذه المخدرات تأتي عن طريق إيران وبمساعدة أحزاب سياسية وميليشيات حاكمة في العراق. هذه الظاهرة كنا لا نسمع فيها قبل عام 2003، وكانت عقوبة من يتاجر بها هي الإعدام. قصة اليوم مع رجل في محافظة النجف، وتحديدا في مدينة الكوفة، يحمل سيفا ويقطع شارعا. الرجل متعاطي لمادة الكريستال، حيث ضرب شابا وقطع يد رجل وضرب امرأة في منطقة الكتف. دعونا نتابع هذا المقطع. هل من مبارز؟ هلا هلا هلا، شوف شوف شو يسوي؟ وين الدولة؟ وينك المحافظ؟ يا لؤي الياسري يا اخوي، قدرتك على المتظاهرين، شوف انت عرفتها، شوف وين ابني الوطني؟ شو الكلام هذا؟ لك هذا اللي يبالع لك ام كريستال؟ من الخمسة العصر لسه ساد الكوفة، الله طيع حظ بهاتكم. وين دولتكم؟ وين الداخلية؟ شنو هاي عمي؟ وين الشرطة؟ وين الجيش؟ وين قوات اصوات؟ وين الشغف؟ دزوله فد اثنين من الشغف، خلي ياخذوه، حاط لكم واحد ينام مستهتر يخطب. وانما انتم ما بيكم حظ، جبانيه كذي بدوله، اسمكم دوله. مع الاسف والله، مع الاسف، مع الاسف، مع الاسف والله. بس يلا، مع الفلوس لو بوقك وبوق دلاجه تركضون. اي والله، اي والله، تعطونا كهرباء، ساقمينها من الصبح لسه ما كهرباء. اي والله، تعطونا كهرباء وهذا يخطب، تعالوا له. يصيح حلم المبارز. هذا المتعاطي يقول هل من مبارز؟ طبعا قبل سنتين نتذكر بأن ابن محافظ النجف، وهو كان ضابط في جهاز المخابرات، اعتقل بتهمة تهريب المخدرات وكان يحملها في سيارته الخاصة. بعد ذلك تم الإفراج عنه. العراقيون طبعا عبروا عن غضبهم من انتشار المخدرات في العراق بسبب الطبقة السياسية الحاكمة. دعونا نقرأ بعضا من التعليقات حول هذا الموضوع. حسن قال: لعنة الله على المحافظ كما يقول، ومدير شرطته، وكل منتسب فاسد. هل نحن في غابة أم نحن في مدينة علي عليه السلام؟ بريء منكم علي، يا من تدعون موالاته وخدمته. ليلى العراقية قالت: هذا الإجانة من إيران، كبسلة ومخدرات وسوالف تعبانة. غادة قالت: الله ينتقم منهم، دمروا الشباب، خبلوهم من العوز والفقر والبطالة، بدل ما يدعموهم وينمون مواهبهم وقابلياتهم بأغنى بلد في العالم، متعمدين يبقون ما يبقوا شي بخير، حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد استلم منصب وراء 2003. محمد قال: للسفلة القدرة على تدخلهم لقتل المتظاهرين لأنها تزعزع مقاعدهم، بينما هنا لا تجد حتى الشرطي يتدخل. إلى موضوع آخر، حيث رصد ناشطون عمليات تهريب كبيرة للحديد والسكراب من أنقاض المدينة القديمة في الموصل التي تدمرت جراء الحرب على تنظيم داعش، حيث تعود عمليات التهريب هذه لميليشيا العصائب المدرجة على قوائم الإرهاب العالمية. الناشطون أكدوا بأن عمليات التهريب جرت أمام أنظار القوات الحكومية وسط تواطؤ وعجز تام أمام سطوة الميليشيات. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. هاي سيارات سكراب والحديد، الموصل القديمة، الموصل تحولت إلى مدينة أشباح، المنطقة القديمة، وهذا السكراب اللي كان مخزون كله الآن يتم نقله إلى معامل إعادة الحديد والصلب في أربيل. هاي تاليها اليوم 24 آب 2020، كل هاي السيارات محملة حديد،
سكاب التفليش للموصل القديمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم انتقم من كل ظالم دمر الموصل ودمر أموال الموصل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا على مد البصر. هاي قبل السيطرة. الله ينتقم كل إنسان ظلم الموصل ودمر بيوته ودمر منازله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن التعليقات حول هذا الموضوع، موضوع تهريب الحليب والسكراب من مدينة الموصل، نقرأ على موقع فيسبوك أركان قال: هم جايين ينهبون الموصل والله ياخذ حقنا إن شاء الله. مهند قال: الموصل خربت أو خربت ما دام أكو مكاتب اقتصادية هم يحمون لو يتاجرون. عدي قال: هذا السكراب تهرب بالجملة بعهد الحرامي العقوب وموثق بفيديوهات واليوم يكملون السرقة. أم أحمد قالت: هذا حديد بيوتنا اللي هدموها وجرفوها، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، نار في بطونهم إن شاء الله كما تقول. إلى موضوع آخر، ومطالبة من قبل الكاظمي، هاشتاج يطلقه خريجو الطب الكاظمي: تعيين الطب وين يتساءلون، حيث أقدمت طبيبة عراقية على إحراق كتبها الدراسية ووجهت رسالة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، حيث يطالب أطباء العراق بتدخل فوري وعاجل من قبل الجهات المختصة لتعيين أطباء دفعة 2019. دعونا نتابع هذا المقطع. سيد الكاظمي، قرار مجلس الوزراء اليوم 28/7 قبل شهر، وينه القاضي بتعيين الأطباء من خريجي الكليات الحكومية؟ كليتنا 2000 طبيب كل العراق واحنا بجائحة، ويتوقف القرار بوزارة المالية مدارات لبعض الأحزاب. ليش 6 سنين دارسين ونروح ونجي بالمشقة وهيك تسوون؟ لا عتب انه باقي التخصصات ساكتين عن حقوقهم وقاعدين بالبيت ابو التربية وبالماجستير، وهسا احنا بجائحة والطبيب قاعد بالبيت تريد تخلينا سنتين؟ ليش هاي ملازمة السنة السادسة مخليتنا راجع بيهن قبل التعيين؟ هيك التعب يروح؟ وينكم؟ وين تريد توصلون بالفساد؟ طلاب السادس لا تجون للطب ولا تروحون أي كلية طبية ولا تظلون بهذا البلد اللي للجاهل والفاسد بس. لك أن تتخيل عزيزي المشاهد، في العراق في ظل الأحزاب السياسية التي تدعي بأنها أحزاب إسلامية وبأنها يعني تقتدي بمبادئ الإسلام، الجاهل واللص والفاسد يحصل على أعلى المناصب في مؤسسات الدولة، والطبيب الذي تخرج بعد 6 سنوات من القراءة والتعب وسهر الليالي لا يجد تعيين لخدمة بلده. هذا لا يوجد في كل العالم، في أفقر دول العالم الدول تحتاج إلى الكوادر الطبية في الدرجة الأولى. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات حول هذا الموضوع. الكاظم تعيين الطب وين، هذا الهاشتاج الذي أطلقوه. يقول مصطفى: طبيب يعاني، درس مناهج عالمية لا يطبق منها سوى القليل، يلاقي اللوم من الجميع، ليس هو المسؤول عن المستشفيات الرديئة، والآن شهادته العلمية تضرب عرض الحائط. دكتورة ميسم قالت: الكاظمي تعيين الطب وانا، ما نريد بس حشي وقرارات بس على الورق، نريد توزيعنا ينزل وتعطون موعد للمباشرة. ميسم قالت أيضا: احذروا من إضراب الأطباء فالخسائر ستكون وخيمة، عليك يا وزير الصحة الفاسد الكاظمي تعيين الطب وانا. دكتورة إيمان قالت: الأطباء التدرج لازم ينفكون، وطلاب البورد لسه ما ممتحنين، واحتمال كبير العراق ما راح يخرج أطباء اختصاص السنة، وسمعت العلمية كلها متوقفة على تعيين الأطباء الجدد، بس نتفاجأ بعرقلة تعيينهم لأجل مصالح حزبية رغم النقص الحاد بالعدد، وهذا أحد أسباب الاعتداء، طبيب بلا حماية وبلا تعيين.
مأساة. كذلك حراك خريجي الهندسة مع وسم المسيرات سبقت اعتصام النقابة، تظاهرات حاشدة لخريجي كليات الهندسة في العراق وبمختلف التخصصات أمام نقابة المهندسين في بغداد للمطالبة بالتعيين على ملاك الوزارات الحكومية بعد انتظارهم التعيين لسنوات بدون أي اكتراث من قبل الحكومة لمطالبهم. دعونا نتابع جانبا من التظاهرات لخريجي الكليات الهندسية في العراق. إذا كان الطبيب لا يجد تعيين والمهندس لا يجد تعيين، فكيف هو حال الواقع في العراق؟ الواقع مزري جدا، الواقع سيء جدا. من التغريدات حول موضوع تظاهرات خريجي كليات الهندسة في العراق نقرأ: المهندس مثنى قال: لم ندرس لنفترش الطرقات، درسنا لنبني بلدنا، ألم يحن الوقت لتعطوننا فرصة للنهوض به؟ أنصف المهندسين، التعيين مطلبنا، المسيرات سبقت اعتصام. يوما ما سنقول، قالت مروى، يوما ما سنقول، لم يكن أمر سهلا لكننا فعلناها، ستستمر مسيرة النصر لحين تحقيق المطالب، المسيرات سبقت اعتصام النقابة. علي قال: حقي كمهندس وحق زملائي لن يذهب سدى، دائما تذكر أن عدم مطالبتك بحقك يعني أن غيرك سيستولي عليه. إنجا سجا قالت: لا تتكاسل، قم وافعل شيئا، ثورة الخوذة البيضاء بدأت، لا تراجع لا استسلام حتى تحقيق المطالب، المسيرات سبقت اعتصام النقابة. والآن إلى فقرة أنت ترى. وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء ليصوروا ما يشاهدونه حولهم من أحداث في العراق وإرساله لقناة الرافدين. وصلنا مقطع مصور لوقفة احتجاجية من قبل أهالي محافظة ميسان ضد الربط السككي مع دول الجوار، حيث عبر أهالي ميسان عن رفضهم التام لمشروع الربط السككي بين العراق ودول الجوار لما في ذلك من أثر اقتصادي على البصرة وميناء الفاو الكبير. دعونا نتابع هذا المقطع. رسالة من ساحات الاحتجاج في عموم العراق أن مشروع الربط السككي مع دول الجوار مرفوض رفضاً قاطعاً، لأنه يمثل تمهيد لخنق نافذة العراق البحرية، فعليه يجب الإسراع بإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وتحديد سقف زمني لإدخاله العمل، كونه يمثل نافذة اقتصادية تقضي على البطالة وتحقق انتعاش اقتصادي للعراق. وإننا لن نسمح بإبرام اتفاقية الربط السككي المسمومة، كما نلزم الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في اتفاقية خور عبد الله وترسيم الحدود وعدم التفريط بالأراضي والمياه العراقية، وفي حال عدم التنفيذ لما ورد آنفا سيكون للشعب موقفا صارما لمنع تمرير هذه الاتفاقيات. وشكرا. الربط السككي مرفوض حاليا لانه يؤثر على النافذه البحريه الوحيده بالعراق وهي ميناء الفاو الكبير، وما لهم مردودات اقتصاديه وتشغيل اكثر من 100,000 فرصه عمل للشباب العاطل عمل. لذا نحذر من المساس بالمياه الاقليميه والاراضي العراقيه واعاده الاتفاقيه بخور عبد الله. Oh,
أهلا بكم من جديد. بعد وقوع انفجارين مرتبطين بإمدادات غاز في مدينتي دبي وأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام الماضية، انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على أنه لانفجار دبي، لكن المشاهد المتداولة ملتقطة في الحقيقة عام 2017 ولا علاقة لها بالحادثين الأخيرين. تشير النصوص المرفقة إلى أن المشاهد تعود لحريق اندلع في أبوظبي بالتحديد في 22 من حزيران يوليو من عام 2017 في أحد مطاعم أبوظبي. دعونا نتابع هذا المقطع المزيف الذي نسب إلى هذا الحادث. عرف أن الاختيار وقع على أبو عبيدة بن الجراح، وما كان أبو عبيدة بن هذا المقطع يعود لعام 2017 ولا علاقة له بالانفجارين اللذين حدثا في أبوظبي ودبي بسبب امدادات الغاز. إلى البريد الوارد. وصلنا عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين رسالة جاء فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن لفيف من خريجي المعاهد التقنية والإدارية، مضى على تخرجنا عدة سنوات ولم نجد أي إنصاف من قبل الحكومات والجهات المعنية، نطالب بتوفير درجات وظيفية لنا، حيث مضى على اعتصامنا عدة أسابيع أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء ونحن مستمرون بالاعتصام لحين تحقيق المطالب، كوننا أصحاب حق وشريحة مظلومة ولم ننال الفرصة المناسبة لخدمة العراق، لكون الإداريين والتقنيين عنصر أساسي في جميع دوائر الدولة. الآن نذهب إلى فقرة هاشتاج. أطلق متظاهرو ثورة تشرين واسم أقسمنا حتى مطلع النصر على منصة تويتر لتأكيدهم على المضي في ثورتهم ضد حكومات المحاصصة الطائفية وأحزابها الفاسدة حتى تحقيق أهداف ثورة تشرين التي خرجوا من أجلها، حيث يستعد شباب العراق لإعادة زخم ثورة تشرين بالتزامن مع ذكراها الأولى التي ستحل الشهر القادم. دعونا نقرأ بعضا من هذه التغريدات على منصة تويتر تحت هذا الهاشتاج. دكتور وسام عقاب قال: ثورة تشرين ثورة فكر وتجلت في حياة العراقيين، وكلما حاولوا أن يسكتوها ارتد عليهم صداها مدويا بصوت أعلى وأعلى، نريد وطن وأقسمنا حتى مطلع النصر. عبيدة قال: لن نخون الشهداء، لن نبيع الثورة، طريقنا واحد وهدفنا عراق آمن ومتطور، انتهى زمن المسميات الطائفية، نحن عراقيون أحرار على طريق الشهداء. علي قال: لا عودة لنا إلا بعودة الوطن الذي أراده الشهداء، لن نتراجع مهما كلفنا الأمر. أبرار قالت: السلام على من اختاروا الوطن واستشهدوا في سبيل القضية، نثور لنرد هذه الدماء، أقسمنا حتى مطلع النصر. والآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. رسالة نارية للمطبعين العرب من المسن الفلسطيني الذي جثم جنود الاحتلال على رقبته وقال: أنتم شركاء في الجريمة. دعونا نتابع هذا التقرير لموقع رصد. فعلا بعدها بلحظات اللي هو الضابط هذا ما شفته إلا جاي، أنا فكرت إنه بده يأخذ العلم من إيدي عادي، أتشبثت في العلم وشديت العلم، لكن مسك إيدي ولواني وعركني طبعا ورماني الأرض. اللي أتفاجأت فيه إنه لما حط إجره على ركبتي. طيب واحد يعني في هاي الحالة اختيار مرمي على الأرض يعني بشبه مشلول، ما فيش منه أي حراك أو أي مقاومة، لا في ذو سكين ولا في ذو حجر ولا في ذو شيء، إنك أنت قاعد بتدعس على ركبته وقاعد اللي هو بدك تزهك روحه، يعني اللي أنا أتبادر لذهني والمنظر اللي أتبادر لذهني اللي هو الشرطي الأمريكي اللي قتل المواطن الأسود في أمريكا. رسالتي للمطبعين: عار عليكم أن تروا هذا الإجرام
وتباركوه. أنتم شركاء، تصبحون شركاء، وأصبحتم شركاء. الاحتلال يقتل بسلاحكم ويقتل بأموالكم ويقتل بنفسكم. نبض تحت الأنقاض يعيد الأمل إلى بيروت الحزينة. فمن هي فلاش التي يرجع الفضل لها؟ فلاش هي كلبة جاءت مع فريق إنقاذ من تشيلي الواقعة في أمريكا الجنوبية لمساعدة في عمليات البحث عن ناجين. دعونا نتعرف على هذه الكلبة مع تقرير لموقع أنا العربي. وفي نبض كل دقيقة 18 نفس، في حدا بعده عايش مبدئيا. جربوا ينزلوا الكلب من شان يقدر يشم وعطى سيجنال انه في حدا متوفى. هيك كنت امبارح عشيه. اليوم وقت رجعنا على لهون جبنا الاكوبمنت، جبنا التيم كله سوا 14 شخص، والكلب رجع عطى زيت السيجنال انه في حدا متوفى. جبنا السنسر اللي عندهم اياه، في اثنين منه بالعالم بيقدر يعطي اذا في تنفس، في نبض، في ساعه، في حيالله شيء تحت الارض بعده عم يتحرك. عطى انه في نبض كل دقيقه 18 نفس. هذا الشيء مع سنسر الحراره عطى انه في حدا بعده عايش مبدئيا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.